بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الكايتين، وهو سكر عديد يدخل في تركيب الجدار الخارجي للحشرات مفصليات الأرجل، وهو طبعا ليس محل دراستنا في هذا الوقت، بس راح نتكلم عن الاستفادة منه في الإنسان بالتحديد والحيوان. استفادة الإنسان والحيوان من النشا النباتي الجيليكوجين تتم عن طريق التحليل المائي لهذه النشويات وبمعاونة بعض الإنزيمات المخصصة، لذلك تقوم بتحليلها في القناة الهضمية إلى جلوكوز، والذي يمتص ويستخدم كمصدر للطاقة أو يخزن مرة أخرى في الكبد والعضلات في صورة الجيليكوجين، ونشط هذه العملية هرمون الأنسولين. وأيضا عند تناول السكريات أو الغذاء يؤخذ جزء من الجلوكوز في الحال على طول، حيث يستخدم كمصدر للطاقة، والجزء الباقي يخزن في الكبد والعضلات في صورة الجيليكوجين كمصدر احتياطي للطاقة، حيث يتحول الجلوكوز تحت تأثير هرمون الجولاكاجون إلى الكايتين. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم فهمتم هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس لاحق. هذا تعريف بسيط جدا عن أهمية الكايتين وعمليته داخله وطريقة إنشائه بالضبط والاستفادة من الإنسان بالضبط. نشوفكم إن شاء الله في درس لاحق. كان معكم خالد سعود الحليمي.